مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المقتفى، أما بعد، أبنائي طلاب الصف السابع بمدرسة الأندلس الإعدادية الخاصة، أهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلاب في لقاء جديد ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد. ودرسنا اليوم أيها الأبناء بعنوان أحسن إلى الناس، الجزء الثاني. التمهيد. ما العلاقة اللغوية بين كلمة صفح وغفران؟ هل تعرفون الإجابة أبنائي الطلاب؟ لقد عرفنا أيها الأبناء في الدرس السابق وفي الجزء السابق من هذا الدرس أن هاتين الكلمتين بينهما ترادف لغوي، لأن كل كلمة من هاتين الكلمتين بنفس المعنى. أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تقرأ الأبيات قراءة جهرية سليمة معبرة، أن تحدد الأساليب اللغوية التي استخدمها الشاعر في القصيدة، أن تستنبط المعنى الضمني للعبارات التي استخدمها الشاعر. هيا بنا أيها الأبناء إلى الهدف الأول، أن تقرأ الأبيات قراءة جهرية سليمة. يقول الشاعر أبي الفتح البستي: من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيها وأكنان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. أبنائي الطلاب، هيا بنا نتعرف على معاني بعض المفردات. كلمة قاطبة أي جميعا، جذلان سعيد، عواقبه أي نهايته، تحسب تظن، غرائز شهوات. الهدف الثاني أبنائي الطلاب، أن تحدد الأساليب اللغوية التي استخدمها الشاعر في الأبيات. هيا بنا أبنائي الطلاب نتعرف على بعض الأساليب اللغوية التي يستخدمها الشعراء والكتاب. على سبيل المثال التضاد، مثال ذلك فقير وغني، كما يستخدم الشاعر أسلوب التوكيد، ومن أدواته قد، إن، أن. ويمكن أن يستخدم الشاعر أو الكاتب أسلوب النفي، ومن أدواته أيضا لا، لم، لن، ليس. كذلك يمكن للشاعر والكاتب أن يستخدم أسلوب الأمر عن طريق استخدام الفعل الأمر المباشر. هيا بنا أبنائي الطلاب نرى بعض النماذج من الأساليب التي وظفها الشاعر في هذه الأبيات.
قد استخدم الشاعر أسلوب التضاد بين كلمتي أحسن وأساء، واستخدم أسلوب التوكيد في قوله إن ناصره عجز وخذلان، كما نراه استخدم أسلوب الأمر أيها الأبناء، نعم أحسنتم بارك الله فيكم جميعا، في قوله دع التكاسل، كما نراه قد استخدم أسلوب النفي أحبابي وأبنائي الطلاب في قوله فليس يسعد بالخيرات كسلان، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وفتح الله لكم وفتح عليكم أبنائي الطلاب. هيا بنا ننتقل إلى النشاط التالي أبنائي الطلاب، استخرج من البيت السابع تشبيها ثم اشرحه وبين أثره في المعنى. لو نظرنا أيها الأبناء إلى البيت السابع لوجدنا أن التشبيه الذي استخدمه الشاعر هو المال للإنسان فتان، وشرحه كالتالي: نرى أن الشاعر قد شبه المال بإنسان يفتن إنسانا آخر، وأثره في المعنى: نرى أن هذا التشبيه له أثر قوي في بيان قوة المال وأثره في نفوس البشر وبما يفعله في الإنسان، وأن تأثيره لا يقل عن تأثير الإنسان الذي يفتن بين الناس. الهدف الثالث أبنائي الطلاب أن تستنبط المعنى الضمني للعبارات التي استخدمها الشاعر. نعم، هل تعلمون أبنائي الطلاب ما المقصود بالمعنى الضمني؟ هيا أبنائي الطلاب نتعرف ما المقصود بذلك. المعنى الضمني ما يفهم من الجملة من غير ما ينطق به اللفظ، أي عندما أقرأ الجملة أو عندما أقرأ جملة معينة أفهم معنى آخر لا ينطق به اللفظ الموجود في الجملة، لا ينطق به اللفظ الذي يوجد في هذه الجملة. على سبيل المثال، حصل الطالب على الدرجة الكاملة في الاختبار، هذه جملة، ما المعنى الضمني أيها الأحباب وأيها الأبناء؟ ما المعنى الضمني أيها الأبناء الذي تحمله هذه الجملة؟ نعم أحسنتم وبارك الله فيكم، أسمع منكم الآن من يقول أن المعنى الضمني هنا هو تفوق الطالب واجتهاده. جملة أخرى: الطفلة وجهها مستدير وعينها زرقاء وشعرها طويل، هذه جملة، ما المعنى الضمني الخفي الذي نفهمه من هذه الجملة؟ نعم بارك الله فيكم، المعنى الضمني جمال الطفلة. جملة أخرى: اللاعب يجري 10 كيلومترات، ما المعنى الضمني أيها الأبناء الذي تحمله هذه العبارة وهذه الجملة؟ بارك الله فيكم وأحسن الله تعالى إليكم، نعم إجابة صحيحة، المعنى الضمني قوة اللياقة البدنية لهذا اللاعب. هيا بنا أبنائي الطلاب ننتقل إلى هذا النشاط، ما المقصود بقول الشاعر فطالما استعبد الإنسان إحسانه؟ وما الوسيلة التي استخدمها الشاعر لتوضيح ما قصده؟ المعنى المقصود أي المعنى الضمني، والمعنى الضمني الذي تحمله هذه العبارة أبنائي الطلاب هو الأسلوب اللين مع الناس يجذب قلوبهم ويستميلهم.
أما عن الوسيلة التي استخدمها الشاعر في هذا المعنى الضمني أو في هذه العبارة، فقد استخدم الشاعر الصور الفنية. هيا بنا أبنائي الطلاب إلى نشاط آخر، اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عما يليهما. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان، من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. استخرج من البيتين مبتدأ وحدد خبره. المبتدأ هو المال. أحسنتم أحسنتم جميعا أبنائي الطلاب. وخبره هو كلمة فتان. باء، أعرب ما تحته خط بالمال. ممتاز، أحسنتم جميعا أيها الأبناء. أسمعكم الآن تقولون أن الباء حرف جر والمال اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أما كلمة العين فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسنتم أبنائي الطلاب. هيا بنا أبنائي الطلاب ننتقل إلى هذا النشاط الإلكتروني. في هذا النشاط أبنائي الطلاب نرى أمامنا عجلة تدور، ندير العجلة، وعندما يقف السهم على كلمة معينة نريد منا مرادف هذه الكلمة. ولنبدأ أيها الأبناء. كلمة تحسب تظن. أحسنتم بارك الله فيكم. كلمة جذلان أي سعيد. أحسنتم جميعا أيها الأبناء. كلمة قاطبة أي جميعا. كلمة غرائز بمعنى شهوات. أحسنتم أبنائي الطلاب. لم يتبقى معنا إلا كلمة عواقب ومعناها نهاية. الغلط. السؤال الأول، ما نوع الأسلوب في قول الشاعر دع التكاسل؟ أحسنتم أحبابي وأبنائي الطلاب، أسمعكم الآن تقولون لي أن الشاعر قد استخدم أسلوب الأمر في هذه الجملة. بارك الله فيكم أيها الأبناء. السؤال الثاني، ما المعنى الضمني في قول الشاعر من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه؟ أحسنتم أحبابي وأبنائي الطلاب، نعم بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. فإنني أسمعكم الآن تقولون أن المعنى الضمني في هذه العبارة هو تأثير المال في استمالة قلوب الناس. أحسنتم أحبابي وأبنائي الطلاب، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.